أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أهم العناوين. من صحيفة البصائر: انتفاضة تشرين، تصعيد جديد وإضراب عام وسط العراق وجنوبه. من موقع كتابات: انتفاضة غضب في مرحلة ثورية جديدة بالعراق. ومن المدى: الفتح ودولة القانون يتحدثان عن شبه اتفاق على إعادة تكليف عبد المهدي. من القدس العربي: متظاهرو العراق يصعدون وحرق مقر لحزب الله وصورة لسليماني والمهندس. من العربي الجديد: انتفاضة العراق، قطع الطرق وإغلاق المؤسسات يشل الحركة في بغداد والجنوب. من العرب اللندنية: إيران تضع الصدر على رأس صفقة اختيار رئيس الحكومة العراقية. ومن عربي 21: انتهاء مهلة متظاهري العراق للاستجابة لمطالبهم وتصعيد مستمر. أهلا بكم. يقول الكاتب علي حسين في صحيفة المدى: نحن المواطنين المبتلين قد هالنا ما بلغته أخلاق السياسة عندنا من انحطاط وتزييف للوقائع والحقائق. يسعى من خلالها البعض لإجهاض مطالب ساحات الاحتجاج والاستهانة بدماء أكثر من 600 شهيد والآلاف من الجرحى. وإذ تقف البلاد اليوم على عتبة استحقاقات احتجاجية، ننتظر أن تعي الحكومة ومعها البرلمان الذي سيهرب أعضاؤه في إجازة طويلة. إن الإصرار على تجاهل مطالب المتظاهرين وعدم تقديم أي مطلب واحد خرج واستشهد من أجله المئات، ومحاولة الالتفاف على قانون الانتخابات الذي لم يعلن حتى هذه اللحظة ولم يصادق عليه، وعدم الكشف عن القتلة الذين لا يزالون يسرحون ويمرحون بحرية، لا يعني سوى شيء واحد فقط: أن البعض مصر على أن يعتبر السلطة جزء من حياته الشخصية لا ينتهي إلا بمغادرته الحياة. بعد 17 عاماً من هجمات منظمة ضد كل قواعد الحياة الوطنية في البلاد، يصر البعض على إفراغ البلاد من كل طاقاتها الكفوءة ليسلمها إلى رهط من الانتهازيين والأميين ومنشدي المدائح على أعتاب الحكام. بعد 17 عاماً تم خلالها تدمير ممنهج لفرص النهوض بالبلاد وإشاعة اليأس في نفوس البسطاء والسعي إلى ترسيخ الفرقة الطائفية والمذهبية من أجل أن يتحول حلم التغيير إلى كابوس. نحن المواطنون كنا نأمل أن نجد أنفسنا إزاء حكومة لا تفرق بين أبنائها، لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، حكومة تتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، فالمسؤول والمواطن جزء من النسيج الوطني، حكومة شعارها المواطنة أولاً. يضيف الكاتب: نحن المواطنون ندرك جيدا أن ما جرى ويجري في العراق خلال السنوات الماضية كان تجربة عملية على حرق كل أثر للتغيير، وقد كان مشهد الصراع الطائفي على المناصب والمغانم بالغ الدلالة والإيجاز. يوم فاصل في الانتفاضة العراقية نحو عصيان مدني، وهو تقرير لصحيفة العرب الجديد حول تطورات الثورة في العراق. استبق متظاهرو العراق انتهاء المهلة التي حددتها ساحات التظاهر للحكومة وأحزاب السلطة لتنفيذ المطالب اليوم الاثنين بتصعيد هو الأكبر من نوعه منذ أكثر من شهر، شمل قطع طرق وجسور وإغلاق دوائر حكومية وحرق مقار ومكاتب حزبية، فضلاً عن عودة أعداد المتظاهرين إلى أيامها الأولى، وخصوصاً في كربلاء والناصرية التي فاق عدد متظاهريها نظراءهم في بغداد،
ويتوقع أن تشهد المدن المنتفضة خلال الساعات المقبلة من اليوم الاثنين تصعيداً وفقاً لما أكده ناشطون عراقيون في كربلاء وذي قار والبصرة والنجف وبغداد. قالوا إنهم يريدون إعادة أدوات الضغط على السلطة والأحزاب التي اعتبرت الأحداث الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة داخل العراق فرصة لها للتهرب من التزاماتها واستحقاقات وإصلاحات ينتظر الشارع أن تنفذ سريعاً. وكان المتظاهرون في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار جنوبي العراق، وهي ثاني مدن البلاد بعدد الضحايا وعمليات القمع الحكومي، قد حددوا اليوم مهلة أخيرة لتنفيذ مطالبهم لتنتقل هذه الخطوة سريعاً إلى كل المحافظات التي تشهد احتجاجات واعتصامات مفتوحة. ومن مطالب المتظاهرين المشمولة في المهلة اختيار رئيس حكومة مؤقت إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة تخضع لإشراف الأمم المتحدة. يكمل الكاتب بالقول: استخدام القمع والقتل من قبل الحكومة والجهات الداعمة لها من جديد ضد المتظاهرين مع تصعيدهم الشعبي السلمي سيزيد من الأحكام التي ستصدر قريباً بحق رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي والوزراء والقادة الأمنيين، وغير مستبعد صدور أحكام الإعدام بحقهم بسبب ما ارتكبوا من مجازر بحق الشعب العراقي بحسب الصحيفة. استمرار الجهد الشعبي والمطاولة الثورية الأصيلة وزخم التظاهرات الجماهيرية وزيادة التأييد العفوي الصادق لجماهير شعبنا العراقي المجاهد لثورة أبنائه البررة. أياد عناز يكتب في عن ثورة تشرين في صحيفة البصائر العراقية: كانت وستبقى ثورة الشعب الكبيرة ملاذاً للشعب العراقي المكافح من أجل نيل حريته وكرامته واستقلاله الوطني وتدعيم اقتصاده وموارده المالية وثرواته الغنية ليعود عراقاً زاهراً مؤثراً كبيراً في محيطه العربي والإقليمي والدولي والإنساني، ليكون دعامة أساسية لزهو عربي أصيل ولشعب كبير في حضارته وتاريخه المجيد ومواقفه وأصالته من جميع قضايا أمتنا العربية والإسلامية، مناضلاً من أجل الانعتاق من الظلم والتعسف الاجتماعي والاضطهاد اليومي على يد العصابات المسلحة ومافيا الاقتصاد والمال الحرام ومؤسسات وجماعات غسيل الأموال وتجار المخدرات وسراق المال العام وتضييع ميزانيات البلاد المالية في مشاريع وهمية وعقود اقتصادية ليس لها أثر على الواقع الخدمي للمواطن العراقي، بل هي مجموعة من الحيتان الكبيرة التي تنهش بجسد الشعب العراقي وتلتهم ثرواته بدعم وإسناد من قبل الشخصيات والأحزاب السياسية المؤثرة في النظام السياسي القائم في بغداد. أمام هذا الواقع الفاسد والمرير الذي يعيشه المواطن العراقي، جاءت ثورة تشرين المباركة لتكون المعبر الحقيقي والرمزية الكفاحية والصورة الناصعة والجهاد الكبير والتضحية السامية لكل هذه المعاني الجلية، والتي أصبحت معياراً مهماً في تحديد المفهوم الوطني والانتماء الحقيقي للبلد ولشعبه ولأرضه. يضيف الكاتب بالقول: مهما حاولت هذه الجماعات والميليشيات المسلحة وأدوات الدولة العميقة وحيتان الفساد السياسي والمالي ومنظمات التخريب الاقتصادي من إيقاف وهج ونبض الشعب العراقي واستمرار ثورته المجيدة وكفاحه ونضاله الكبير، فإنها سوف لن تفلح. إلى الناهضين بالانتفاضة الشعبية في لبنان. الشبكة الحاكمة انتهت صلاحيتها والكرة في ملعبكم، مقال للكاتب عصام نعمان في صحيفة القدس العربي. الانتفاضة الشعبية بدت صاعدة في حركتها وأنشطتها واتساع قاعدتها الجماهيرية وازدياد فعاليتها السياسية. في المقابل بدت الشبكة الحاكمة منقسمة على نفسها ومتفككة وعاجزة عن تشكيل
حكومة قادرة على وراثة حكومة سعد الحريري، وبالتالي عاجزة عن احتواء الانتفاضة الشعبية. هنا وقع حدث جلل شكل مفصلاً في أداء أهل السلطة، ذلك أن الانتفاضة صعدت حركتها وأنشطتها في الشارع على نحو حمل أهل السلطة على مواجهتها بضراوة غير مسبوقة. لا غلو في القول إن الكرة باتت في ملعب الانتفاضة الشعبية وقادتها، فالشبكة الحاكمة تفككت وانتهت صلاحيتها، ولا يجوز أن ينتظر منها المواطنون ثائرين أو متعاطفين حلاً أو مخرجاً. الأمر الذي يفرض على جماهير الانتفاضة تطهير نفسها من مأجورين ومتطرفين للثورة المضادة تسللوا إلى صفوفها ومضاعفة ضغوطها الشعبية السلمية، بغية دفع الشبكة الحاكمة سواء نجحت في تأليف حكومة بديلة أو أخفقت إلى تقديم التنازل الرئيس الذي يجمع معظم الإصلاحيين والمنتفضين على الجهر بمتطلباته. ويقول الكاتب: رغم حماوة الاضطرابات وتزايد التعقيدات والتحديات، يجهر المشهد السياسي بحقيقة ساطعة: لبنان دولة ومجتمعات لم يعد واقفاً على حافة الهاوية، بل انزلق إليها. الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي وقع لا سبيل إلى الإنكار. كذلك نظام المحاصصة الطائفية تهاوى، وكان تهافته لافتاً. نشر موقع فورين أفيرز مقالا للكاتبة لينا خطيب تحت عنوان انتصار بشار الأسد الفارغ، تقول فيه إن النظام السوري لبشار الأسد أصبح في أضعف حالاته. النظام تحمل 9 أعوام من النزاع الأهلي، ولم يعد السؤال اليوم متعلقا ببقاء النظام أو رحيله، لكنه حول قدرته على توطيد دعائم حكمه قبل إنهاء الحرب التي تجتاح البلاد. وتلفت الكاتبة إلى أن الأسد دخل الحرب على أمل استعادة المناطق التي كانت تحت سيطرته قبل عام 2011، لكن ما حققه من أهداف حتى الآن يبدو متواضعاً. أن هذا لا يجعل أولويات الأسد أقل خطورة، بل ربما العكس، فحتى يظهر للعالم أنه لا يزال يتحكم، ويجب على العالم في هذه الحالة تطبيع العلاقة مع نظامه، فإنه قد يحاول استعادة المناطق التي خسرها كلها. وحتى يحافظ على نظامه فلن يسارع للوفاء باحتياجات شعبه، بل سيبحث عن طرق للنجاة والحفاظ على شبكة الرعاية التي تحولت لشريان حياة له طوال الحرب الأهلية. التطبيع يعني منح الأسد ونظامه الشرعية، ما يفتح الطريق أمام رفع العقوبات بشكل يؤدي إلى فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات لبدء عمليات إعادة الإعمار. وربما أعلن الأسد عن انتصاره، إلا أنه سيفعل ذلك بصفته لاعباً صغيراً فيه، فمن خلال المتاعب السورية ستبرز روسيا لتصبح أهم لاعب خارجي في البلاد. تضيف الكاتبة أن المتنفذين أصبحوا في السلطات الفعلية، وأصبحوا السلطات الفعلية التي تقوم بدور مؤسسات الدولة، لكنها تقوم بالابتزاز، واخترق المتربحون من النظام أجهزة الأمن التابعة للأسد وعلى المستويات كلها، وتحولت بعض الميليشيات التي دعمت النظام في النزاع إلى جيوش مستقلة. مشاهدينا الكرام، تعرض موقعنا الإلكتروني إلى الحظر في عدد من المحافظات العراقية من قبل الحكومة ببغداد، ولمن يود تصفح الموقع وتجاوز هذا الحظر يرجى اتباع ما يلي: تنصيب أحد تطبيقات VPN للمتصفحين من الهاتف المحمول من متجر جوجل بلاي أو من متجر أب ستور وبحسب نوعية الجهاز، تنصيب برنامج VPN للمتصفحين من أجهزة الكمبيوتر لجميع الأنظمة. إلى
إلى الأخبار المنوعة. تم العثور على امرأة مصابة بالخرف في شمال كاليفورنيا على قيد الحياة يوم الأربعاء الماضي في سيارة مغطاة بالثلوج بعد أن تم الإبلاغ عنها في عداد المفقودين قبل 6 أيام. أفاد مكتب شريف مقاطعة بوت في بيان صحفي أن مروحية عمودية كانت تقوم بتفتيش المنطقة القريبة من بوت ميدوز، وقد عثرت على مركبة تطابق السيارة التي تملكها بولا بيت جيمس البالغة من العمر 68 عاما. أضاف أن الطائرة المروحية هبطت على الفور على الأرض، وعثر ضباط الشرطة على جيمس في داخل السيارة وهي على قيد الحياة. والآن إلى الكاريكاتير. في الختام شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.